Morning, girls. How are you today? Today we are going to learn about comparatives and superlatives. بدنا ناخد عن المقارنة والتفضيل ولكن بشكل آخر. انتوا تعلمتوا بصف ثالث ورابع كيف نعمل مقارنة وتفضيل من الصفات القصيرة مثل long و small. Long, longer, the longest. Longer عملنا مقارنة بين شغلتين وthe longest هي إشي بيكون الأطول. Small صغير, smaller أصغر من, the smallest أصغر الجميع. هذا الأشياء بتعرفوها من قبل. اليوم بدنا نحكي عن الcomparative والsuperlative بس للكلمات اللي مكونة من two syllables or three syllables, يعني من مقطعين أو ثلاث مقاطع. خلونا بالأول نتعلم كلمات جديدة ونشوف كيف استخدامها في الجمل. Colorful. The first word to learn is colorful. Colorful معناها ملون. Colorful. جربوا الفظوها لحالكم. Colorful. The word colorful is an adjective. كلمة colorful هي صفة. صفة يعني بنوصف فيها شيء أو حيوان أو إنسان. هي صفة لشيء. Graceful. Graceful. Graceful معناها بالعربي رشيق, وهي كمان صفة. Adjective. Graceful. Try to pronounce it alone. حاولوا إنكم تلفظوها لحالكم. Graceful. Delicious. Delicious. Delicious means in Arabic لذيذ, معناها لذيذ. انتبهوا على لفظ كلمة delicious وكتابتها. السي هون لفظناها إش, مش دائما هيك بصير معنا, في بس في بعض الكلمات القليلة نلفظ السي إش. يلا جربوا لحالكم قولوا delicious. Delicious. Expensive. Expensive. Expensive means in Arabic ثمين, يعني غالي الثمن. تمام, يلا try to pronounce it. Expensive. Expensive. Now I will repeat all the words that we took. رح أعيد كل الكلمات اللي أخذناها. Colorful, graceful, delicious, expensive. Colorful, graceful, delicious, expensive. The last time. Colorful, graceful, delicious, expensive. جربوا لحالكم الفظوهم عشان تتعودوا عليهم, لأنه كتير بدنا نشتغل عليهم باليونت هذا وكمان لقدام. بدنا نتذكر إنه هدول الكلمات هم صفات. Adjectives. Adjectives يعني صفات, وهدول الصفات مكونين من two or three syllables, يعني مكونين من مقطعين أو ثلاث مقاطع. كيف يعني؟ مثلا كلمة colorful بقول color full, كأنها مكونة من جزئين. نفس الإشي graceful. Grace full مقطعين. Delicious. دي لي شس ثلاث مقاطع. دي لي شس المقطع هو اللي يعني كأني لما بحكيه بحكي كلمة واحدة صغيرة. X pen sieve three syllables. Three syllables ثلاث مقاطع. احفظوا كلمة syllable مقطع و adjective لأنهم كتير مهمين وبفيدوكم. وبدنا نشوف لقدام كيف هدول بدنا نسوي عليهم مقارنة وتفضيل. هل بضيف لهم ER أو EST زي الكلمات اللي شفناهم فوق اللي أخذناهم بصف ثالث ورابع؟ خلونا نشوف لقدام. خلونا نشوف بالأول كيف استخدام هدول الكلمات
بيكون في الجملة بدون ولا أضيف لهم ولا إشي للمقارنة والتفضيل، لحالها الكلمة. كيف بستخدمها بالجملة عشان أوصف فيها شيء؟ colorful، the fish is colorful، السمكة ملونة. بس graceful، the dancer is graceful، الراقصة رشيقة. delicious، the food is delicious، الطعام لذيذ. expensive، the car is expensive، السيارة ثمينة. جربوا انتوا لحالكم تعملوا جمل باستخدام هدول الكلمات. يعني مثلا ممكن تقولي على colorful the rainbow، الرينبو اللي هو قوس قزح. it's colorful، the rainbow is colorful. graceful ممكن تقولي I am graceful، my brother is graceful. delicious بدل food، food معناها طعام، ممكن تحطي أي نوع طعام بدك إياه. pizza is delicious، chocolate، rice، مقلوبة، whatever you want. expensive، شو كمان ممكن تقولي على expensive؟ the car is expensive، the house is expensive، the ring، الخاتم، is expensive. أي شيء بدك إياه. The cell phone is expensive، التلفون. كل شيء أخذناه قبل هو مقدمة، introduction. هلأ نيجي لموضوعنا الأساسي، كيف نعمل مقارنة أو تفضيل لكلمة مكونة من مقطعين أو أكثر، نزيد لها E-R-E-S-T؟ لا، في عندي كلمتين خصوصي بيجوا عند الكلمات هدول. الكلمة الأولى هي more أو less، التنتين مقارنة، بس المور الأكثر والليس هي الأقل. يعني إذا قلتي more colorful يعني ملون أكثر، less colorful يعني ملون أقل. التنتين مقارنة لهون مش تفضيل، ولكن واحدة مقارنة بالأكثر وواحدة مقارنة بالأقل. تمام. most الأكثر يعني تفضيل لإشي أكثر، وليست أو the least هي الأقل. تمام. يعني عندي هون كلمتين مقارنة وكلمتين تفضيل. كلمتين مقارنة، واحدة منهم للأكثر more، وواحدة منهم للأقل less. وعندي كلمتين للتفضيل، واحدة منهم the most وواحدة منهم the least. بدنا نتذكر إنه التفضيل لازم يكون معه كلمة the. تمام؟ يعني the most the least. هلأ كلمة beautiful أو beautiful معناها جميل أو جميلة، هي مكونة من beautiful three syllables، ثلاث مقاطع. يعني ممكن نعتبرها مع مجموعة الكلمات الأربعة الصفات اللي أخذناهم في البداية. ماشي. هلأ المركز تبعي، المركز الوسط، هي كلمة beautiful، جميل أو جميلة. تمام. طيب الأجمل منها بشوي نقول عنها more beautiful، وأجمل أجمل 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 وحدة بنقول عنها the most beautiful. طيب الأقل جمالا منها بنقول عنها less beautiful. أقل وحدة يا حرام، حلوة بس هي أقل وحدة جمالا فيهم، هي the least beautiful. تمام. مثلا بقدر اقول سارة is beautiful، سارة هي حلوة، but تالا is more beautiful، تالا احلى منها. ايمان is the most beautiful، احلى وحدة فيهم ايمان. طيب اماني
is less beautiful, أقل جمالا. أما واضحة is the least beautiful. Okay? Now look at the sentences. طلع على الجمل. The sentences in yellow are comparative. الجمل اللي بالأصفر هي مقارنة. والجمل اللي بالأورنج هم تفضيل. تمام؟ طيب. الجمل اللي بالأصفر هم مقارنة بين مين ومين؟ الجملة الأولى بين السكويرل والفروغ من ناحية إيش؟ من ناحية less colorful يعني أقل تلونا، مش قلنا colorful ملون، less colorful أقل تلون. The squirrel is less colorful than the frog. إذا انتبهتوا على صورة السكويرل والفروغ بتلاقوا الفروغ فيه ألوان أكتر، صح؟ والسكويرل فيه لونين، صح؟ معناته السكويرل is less colorful than the frog. قارنت بين السكويرل والفروغ من حيث الألوان، لقيت من ناحية قلة الألوان لقيت إنه السكويرل أقل تلون من الفروغ. هلأ sentence 2، الجملة الثانية: The squirrel is more colorful than the jaguar. يعني السنجاب هو أكثر تلوناً من الجاغوار الفهد. كيف؟ هو فيه 2 colors والجاغوار فيه 1 color. عشان هيك السكويرل يعتبر أحسن أو أكثر من الفهد من ناحية الألوان. الجملتين مقارنة. انتبهوا، جملة المقارنة لازم يكون فيها عنصرين، شيئين أو شخصين أو حيوانين. تمام؟ طيب، كلمة less وكلمة more زي ما اتفقنا نستعملهم للمقارنة. جملة المقارنة لازم يكون فيها كلمة than. than بالعربي معناها من. طيب ناخد جملتين التفضيل اللي تحت. The frog is the most colorful، يعني أكثر واحد منهم في الألوان. طيب مين أقل واحد فيهم بالألوان؟ هو الجاغوار. The jaguar is the least colorful، أقل واحد فيهم بالألوان هو الجاغوار. جملة التفضيل يا بنات فيها بس شخص واحد. طلعوا الجملة الثالثة the frog، بس ما حكيتش عن إشي تاني، بس قلت إنه الفروغ متفوق عليهم من ناحية الألوان. الجملة الأخيرة كان فيها شخصين ولا شخص أو شيئين ولا شيء؟ شيء واحد أو حيوان واحد، هو الجاغوار، وهو متفضل عليهم بقلة الألوان. ماشي؟ أقل واحد فيهم تلوناً هو الجاغوار. كمان مرة، جملة المقارنة فيها عنصرين وجملة التفضيل فيها عنصر واحد. جملة المقارنة لازم يتوفر فيها كلمة than، جملة التفضيل فش فيها than بس فيها كلمة the، لازم يكون فيها كلمة the. انتبهوا منيح وركزوا على كل كلمة وعيدوا الكلام عدة مرات عشان تستوعبوه أكتر وأكتر وأكتر. In your textbooks page 12 there's an example، في عنا مثال في كتابكم بصفحة 12. عنا fish. fish على فكرة كلمة fish هي جمع وهي مفرد. a fish سمكة و fish أسماك. هلا طلعوا لي على السمكة بالنص، هي orange صح؟ مكتوب عليها فوق colorful، هي ملونة. السمكة اللي جنبها على الشمال less colorful، أقل منها تلونا. The least colorful هيها أول واحدة السودة، هي the least colorful. طيب مين اللي more colorful، أكثر منها تلونا؟ هي السمكة اللي فيها تقريبا 3 colors اللي هم blue yellow و
or green. طيب the most colorful أكثر وحدة ملونة هي اللي بأقصى اليمين. تمام؟ هذا المثال عشان يخليكم تفهموا إنه في عندي خمس صفات. مثلا باخذ كلمة colorful, graceful, delicious, expensive. هدول ماشي؟ اللي أقل منه less والأكثر منه بشوي more. أكثر أكثر واحد the most, أقل أقل واحد the least. كمان مرة بدي أفهمكم عن الكومباريزن اللي هي مقارنة. بشبه لكم إياها بالميزان. الميزان لازم يكون فيه كفتين. الكفتين هدول بدي أقارن فيهم شيئين. مثلا بالكفة الأولى حطيت السكويرل والكفة الثانية حطيت كات. ماشي؟ طيب عشان أوزنهم كويس حطيت مع جملة سكويرل إز. يعني بدك تقولي the squirrel is. الإز بدها تيجي مع الكفة الأولى. انتبهي لو كانت الكفة الأولى جمع بحطش إز. شو بحط؟ بحط آر. يعني إذا قلت squirrels بحط معها آر. طيب الكفة الثانية الشيء الثاني اللي بحكي عنه قبله لازم تكون عندي كلمة than. بزبطش مقارنة بدون كلمة than. لازم تحطي than بالكفة الثانية. طيب وزنتهم أنا من ناحية إيش؟ هلأ مثلا إذا رحتي على الخضار جيب بدك تشتري بندورة سعر البندورة غير عن سعر الخيار صح؟ في إشي معين بدي أوزن فوق على أساسه صح؟ مثلا the squirrel is more graceful than the cat. قرنتيهم من ناحية الرشاقة لقيت إنه السكويرل هو more graceful أرشق وممكن يقول يكون أقل رشاقة less graceful. هذه مكونات جملة المقارنة. كمان مرة جملة المقارنة فيها شيئين فيها كلمة is أو are مع الشيء الأول ومع الشيء الثاني لازم أحط كلمة than وبالنص الصفة اللي بدي أقارن فيها بيكون معها كلمة more أو less بدون the. more أو less. more أكتر وless أقل. والصفة اللي بحكي عنها graceful, beautiful وهدول. أما جملة التفضيل للsuperlative نستعمل معهم the most أو the least. the most الأكثر the least الأقل. بيكون عندي إشي واحد بس في الجملة مش إشيين زي المقارنة. A jaguar is the least colorful. هون حكيت عن الجاغوار وقلت عنه إنه هو أقل واحد ملون. The fish is the most colorful. إشي واحد اللي هو fish قلت عنه the most colorful. كمان مرة الجملة الأولى والثانية هم تفضيل بس least أقل إشي most أكتر إشي. جملة التفضيل لازم يكون فيها the ولازم يكون فيها is ولكن إذا كانت جمع بحطش is بحط are. بالورك بوك صفحة 12 يا بنات في عندي تمرينين. التمرين الأول بدنا نرتب الأحرف عشان نحصل على الكلمة وياريت لو تحفظوهم غيباً تحفظوا كتابة الكلمات غيبا. هلأ التمرين الثاني كتب لي جمل أو كلمات عشان أقدر أسوي جمل. هدول مش مخربشين لا ماشيين على الترتيب ولكن ناقصين. أنت بدك تكوني الجملة. كيف بدك تميزي إذا اللي عندك جملة مقارنة أو تفضيل؟ طبعا جملة المقارنة بيكون فيها عنصرين جملة التفضيل فيها عنصر واحد. كمان إذا كانت less أو more معناتها مقارنة. إذا كانت more أو least تفضيل. طيب كيف بدي أبني جملة المقارنة؟ الكلمة الأولى اللي عندي بحطها بحط لها the. مثلا عندي squirrel بحط the squirrel. بعدين بحط is وبكمل. هلأ جملة المقارنة لازم يكون فيها than وجملة التفضيل يكون فيها the most, the least وهكذا.
حلوا صفحة 12.